بمشاركة 30 شاعراً وأديباً انطلقت اليوم فعالية مهرجان حماه للإبداع الشعري بدورته الثانية تحت رعاية وزير الثقافة محمد الأحمد، وذلك احتفاء بأعياد تشرينين وذكرى تأسيس وزارة الثقافة على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون. هذا المهرجان يجب أن يعمم في محافظة حماة ونعمل على ذلك، فمهرجان الشعر ليس مقتصرا على مديرية الثقافة في مدينة حماة وإنما على المراكز الثقافية في محافظة حماة كاملا. إذن هي أيام للشعر في محافظة حماة، وسيتم في هذا اليوم تكريم الشاعر مصطفى صمودي، فنحن أخذنا على عاتقنا أن نكرم في كل دورة شاعر من شعراء حماة الأحياء وأن نقدم كوكبة من أعلام الشعر في سوريا. نحن في هذا المهرجان نكرس حالي أيضا شعري وحالي أدبي من الدورة اليوم أو المهرجان، يسمى باسم بدر الدين الحامد، هذا الشاعر الحموي المعروف. فنحن اليوم أيضا بعد هذا الافتتاح سنستمع إلى شعراء من محافظة حماة. هؤلاء الشعراء سيقدمون أشعار وطنية وقومية وثقافية وإبداعية. هذه التظاهرات هي لتخليد أدباءنا وشعراءنا الذين سطروا ملاحم بطولة والكلمة، أصحاب الكلمة في تاريخهم، وما زلنا نذكر أشعارهم ونتفاخر بها. هؤلاء لهم حق علينا أن نفتخر بهم وأن نذكر جيلنا القادم بهم لكي نكون أوفياء لعظمائنا وشعرائنا وأدبائنا. فعالية المهرجان تضمنت قراءة شعرية وأدبية تحدثت عن حب الوطن وعظمة الشهادة، كما تخلله تكريم الشاعر مصطفى صمودي وفقرات غنائية تراثية وفنية للفنانة صفاء زينو وفرقة الأستاذ عبد القادر العوف. جايين نقدم شيء طرب أصيل، في شيء وطني أنا وأعضاء الفرقة اللي معي، ومنتمنى أنه تنال إعجابكم. وشكرا للاستضافة الحلوة كتير، وكتير انبسطنا بالمشاركة بالمهرجان. يوم للكلمة للإنسانية للحياة هو عنوان لكل المهرجانات التي تقام في المحافظات السورية للتأكيد على أن سوريا التحرير والتصحيح ما زالت تعيش الحياة وتقاوم وتحارب الإرهاب بنشر الثقافة والكلمة.